فاطمة من الجبل وتزوجت بواحد السيد حتى هو من الجبل جارنا نيت في البلاد وتزوجنا وجينا لهذه التعميره سكننا وعشنا بخير الحمد لله ما خصنا والو خدام وتصرف على الدار كل شيء ومع الوقت ملي جات عندي بنيه دابا راه جات عندي ومع الوقت هذا السيد تبدل بزاف ما بقاش تيصرف ما بقاش يعني الا دويت معاه كلمه ولا جوج تيقول لي الا عندك شي بلاصه سيري ليها شوفي اللي غديري انا ما عندي ما ندير ليك وكتقول لي جيب لي لك كوز ديال البنت والحليب وداكشي كامل تيقول لي ما عندي باش نجيبو لك ومده 4 شهور دابا كي سميتو بقى بالجوع وخصوصا رمضان تيخليني بلا ماكله كيفاش هو المعاناه ربما شنو الاحساس ديالك يعني تصدمتي باش بزاف حيت قلت هاد السيد كان بخير ما خصنا والو الحمد لله ودابا تبدل لواحد الدرجه ما تصورهاش صافي ملي حتى انا تيقولوا لي الناس دوي معاه غوتي عليه ودابا بديت تنغوت عليه وكل شيء وصافي هاد السيد ناض وخرج خلانا بلا ماكله بلا مصروف بلا حتى حاجه ومول الدار تيهدني كيقول لي خرجي خوي ليا المحل ديالي بغيت نترزق والدي حتى هما تيهدوني قالوا لي الا مشيتي ديكلاريتي ولا درتي لي شي حاجه راه حنا اللي غندخلوك للحبس يعني واحد الحاله يعني هاد السيد بدل عليا بزاف يعني في الاول كان كيبغيني وكان بغى بعضياتنا تزوجنا عن حب تزوجنا عن حب ودابا هاد السيد بدل عليا ودابا حاجه وحده اللي كنطلب منه هاد السيد يبان حتى الا ما قالش مازال على مسؤوليه ولا حتى شي حاجه غير يعطيني سميتو ديال لبراتي وانا حيت هو دابا حنا دابا طالعين في 3 سنين ديال الزواج ودابا 4 شهور خلاني بلا مصروف بلا ماكله بلا كلشي ودابا راه الشهر هادي غاب ما عرفت فين مشى وما كيصوني ما تيسول على بنته ما كيسول عليا ودابا يعني واحد الحاله صبرت تعيت ما قدرتش مازال نصبر والدي حتى هما على قد حالتهم با مريض خويا مريض حتى هو يعني واخا كاع سميتو نرجع عند والديا ولا نعاود ليهم ولا ما بيتش انا نزيدهم مشاكلي داكشي علاش انا هاد السيد بيت غير يبان يعني فين كتقلبي عليه دابا ما عرفتيش فين انا كان بيت غير نقول لي دابا واش باغي مازال تستمر في علاقه زوجيه ولا ما بديتيش تستمر المهم هاد السيد يبان يعطيني غير طلاقي صافي هادشي اللي كنطلب من هاد السيد دابا والدي كنتصل بهم كنقول له استفطوا ليا غير المصروف ديال بنتي انا ماشي مشكل انا غنصبر غير بنتي لي كوج ديالها والحليب ديالها واللبس ديالها دابا بنتي كندير ليها الخروق حتى ولات كتقشر مسكينه ودابا كتغوت تبكي وما قدتش مازال نحضها ديما كنهزها في يديا حيت ما قداتش مازال مسكينه تقص الارض كدير باش تقري المصروف يعني ديالك يعني طيله المده كنبقى بالجوع كنبقى بالجوع كيجي هاد السيد كنقول لي عطيني باش نجيب راه ما كايناش هادي ما كايناش باش ناكلو كيقول لي الا بغيتي تصبري صبري ما بيتيش انا ما عندي ما ندير لك ما عرفت تخرج هاد السيد مع 5 الصباح حتى 5 العشيه وبعد الخطرات ما كيجي حتى 4 الصباح ملي كنقول ليه فين كنتي وفين غا فين هادي تيقول لي انا هرب على مول الكرام مول الكرام كيتصل ليه الفلوس ودابا شحال من واحد بان تيقول لي راني كنتسالي الفلوس لحد الساعه عنده 100000 ريال ديال الكريدي شنو يعني ملي كيسكر شنو مبلي بالحشيش مبلي بالكارو مبلي بالنفحة يعني ما اكتشفتوش حتى سميتو حتى الاخر ودابا راه بند عليه حتى السرقة يعني راه شحال من واحد دالي فلوسو وما بانش يعني حسبوه الناس بكريدي ودابا راه ما بقاش كريدي ولا سرقه كلشي قال لي غنديكلاريو قلت له اودي انا كاع الا جيت نرجع لكم كريدي ديالكم انا ما خداماش والدي ما كاينينش انا شكون اللي منا نخلي البنت والبنت باقا صغيره كتبكي ودابا مريضه يعني واحد الحاله يعني الناس ما عندهمش الاحساس ما عندهمش ما تيحسوش قلت لهم حنوا غير في بنت ولدكم كاع ما تحنوا فيا انا جيبوا لها غير الكوش والحليب انا هادشي اللي كنطلب ما كنلقى ما ناكل دابا الا مشيت قلت للجيران يعطيوني اليوم غدا وبعد غدا راه ما بقاوش يعطيوني هادشي اللي انا كنت
ما عرفتي يعني اكتشفتي التاي زوج ما عرفت يعني بحال الا السيد ما عرفتوش وقع عليه شي حاجه واش مريض ولا وقع فيه مشاكل حيت ملي كنجي انا كنجلس معاه نقول ليه عاود ليا مالك معصب مالك هادي مالك تيقول لي لا ما عندي والو وكيبدل الحاله دغيا كيضحك معايا ويا دار يضحك كلشي يعني بحال الا عنده شي مشكل كبير ولكن ما كيبغيش يعاود ليا تيقول لي ماشي شغالك تخلي سوق راسك الا عندي الفلوس الا عطاو عليا شي حد ولا خدامه فشي حاجه خدامه مع واحد السيده مع الشباكيه كتعطيني شويه قلت لها عطيني غير على حسب لي كوج ديال بنتي وكيجي كيقول لي انا غنمشي نجيب الفطور كنمشي هادي كنعطيه كلشي داكشي اللي جبت وكيمشي السيد تيغبر ما طلاش تيرجع وزاد كنطلب شي حد اللي شاف هاد الفيديو اللي بغى يتعاون معايا واخا ولو غير بلي كوج ديال بنتي ولو غير بالحليب انا ماشي مشكل انا نصبر نتكاتف مع راسي ولكن مع بنتي ما نقدرش نتكلف بها المصروف ديالها بزاف خصوصا اللي كوج دابا كتخرج السنان لا اله الا الله يعني هاد السيد كرفصني واحد التكرفيص لا يرثى لها عائلته كلهم خبارهم دابا راه كلهم طافين عليا التليفون حتى واحد ما بقاش تيصوني ليا ما كيسول على بنتهم ما والو دابا العيد جاي احوايج بنته خاصينو المصروف ديالها المصروف ديالي في العيد الصغير قلت ليها ودي عطيني غير 20 درهم جيب بيجامه لبنتي ولا غير ديالي وحده فينا قال لي ما عنديش 20 درهم ما عندوش يعني انا اللي مرا الا لقيت كنديرو نخدم راه غنصير عليه ونصير على بنتي وعلى راسي ما غاديش يتسنى هذا الكريدي كامل هو ما عرفت دابا مولدر قال لي غنصبر معاك حتى يكمل هذا الشهر دابا راه الشهر الاخر ديالو اليوم ولا غدا قال لي نهار خميس غتخرجي يعني دابا فين غنمشي يعني والديا في الجبل بعادين عليا حتى الا مشيت عندهم ابا مهرس من يدو خويا مريض لمده 6 شهور هادي ما خدام امي ما كتعرف حتى بلاصه ما كتعرف فين تمشي ولا من تجي كاع ما قاريه وانا اللي جيت لهاد البلاصه جيت من الجبل لهاد البلاصه ما كنعرف حتى حاجه شنو الرساله ديالك لهاد الراجل الرساله ديالي لهاد الراجل ولعائلته واخا تكون فيهم مازال غير شويه دار الرحمه في قلبهم ولا شويه الحنه يجي يصيفطوا لبنت ولدهم مصروف ولا يجيو يشوفوها ولا السيد بيتو يوصلني غير يعطيني طلاقي اما بالنسبه لنا نرجع معاه مازال ما غاديش نرجع معاه بلا ما يصيفط لي انا الناس يقول لهم انا ما غاديش نطلقها ما عنديش نادي واخا غير نعلقها واخا هادي هادشي ماشي هضره شنو هما الدرس اللي استفدت من التجربه ديالك الدرس اللي استفدت من هاد التجربه خصوصا للبنات والشباب اللي باقي صغير واللي باقي اقل من 20 عام كنصحكم نصيحه لله ما تزوجوش حتى ديروا مستقبلكم حتى تشوفوا راسكم واش قادين على مسؤوليه خصوصا البنات وخصوصا الدراري الرقم ديالك اللي بغيت تشارك الرقم ديالي 06 80 25 20 08 هادي فيها الواتساب 06 80 25 20 08 هادي فيها الواتساب وفيها مكالمه اصلا ديما كيكون في الواتساب ديما عندي الويفي دابا عطاتو لي واحد السيده الله يجازيها بخير كنطلب منكم اللي بغى يتعاون معايا واللي بغى يتصل بيا على حسب معاونه انا مرتاحه دابا خليتها لكم في سميتو في شوف تي في وشكرا بزاف